الاسكندرية الفلاحي تتقدم على المركز الأول، بينما تليها في المركز الثاني وتأتينا هنا الباطنية على المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، اللي غيرت على مقدمة الشوط وقادت مساري هذا الشوط، ضمرها مسري بن سالم بالعرطي الحميري الذي تنطلق حاملة كذلك. هذه الأسماء اللي هي طرايف، اللي هي طرايف، نعم طرايف، اللي تنطلق على المركز الأول وغيرت إلى مقدمة الشوط. هذه طرايف لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها المتمرس عتيد بن سالم بالعرطي الحميري، بينما المركز الثاني أشوف ثاني المراكز هناك بن صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن سالم المسافري في تضميرها، والمركز الثالث صوغة صوغة لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد، يضمرها محمد بن سعيد بروب الحميري، بينما المركز الرابع هذه الشاهينية من هجن الرياسة مع سهيل بن درك الفلاحي تتقدم على رابع المراكز. المركز الخامس في هذه اللحظات، خامس المراكز تتواجد في وصايف، والمركز السادس واجب ذاتي في المركز السادس من هجن العاصفة، يضمرها النغيات الهلالي. المركز السابع تقدمت في هذه اللحظات التماس من هجن العاصفة أيضا بقيادة غيات الهلالي على المركز السابع. أما المركز الثامن هذه تواجدت الباطنية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري، وتاسع المراكز هذه عواصف تتقدم، وكذلك في عاشر المراكز الضبية من هجن العاصفة يقود غيات الهلالي في التضمير. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط وتحدياته الجميلة والتغيير على مقدمة الشوط. هناك التغيير، صوغة غيرت، صوغة انطلقت على المركز الأول، بدلت على المقدمة وقادت مساري هذا الشوط. صوغة لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد تتقدم وتنطلق بالمركز الأول، يقودها مضمرا وياتي مركزا مع صوغة اللي هو محمد بن سعيد بن بروك الحميري، يتولى عملية التضمير. بينما المركز الثاني ثاني المراكز هذه تتواجد بن صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ياتي كابتن الطيار عبد الله بن سالم المسافري في عملية التضمير، ولكن ينخطف المركز الثاني، وتاتي هنا الشاهينية من هجن الرياسي، يضمرها سهيل بن حمد بن دري الفلاحي، وتتقدم في هذه اللحظات أوصاف الذي تنطلق من هجن العاصفة، يضمر أوصاف اللي هو غيات الهلالي. هذه الأربع المراكز الأولى، المركز الخامس تتواجد في واجب، تأتي في المركز الخامس واجب تتقدم من هجن العاصفة، يضمرها غيات الهلالي لتدي الواجب، واجب الناموس والفوز. تدخلت في هذه اللحظات الباطنية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، سري بن سالم العرطي تتقدم كذلك، وتاتي هنا في المركز السادس، وهذه اللي هي التماس من هجن العاصفة، غيات الهلالي يقودها في التضمير، وهناك اللي هي طرايف لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، ويضمر عتيد بن سالم العرطي في المركز الثامن. والتاسعة اللي هي الضبية من هجن العاصفة بقيادة غيات الهلالي، وكذلك العاشر اللي هي عواصف من هجن العاصفة. هكذا العشر المراكز، والنداء الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز الأولى المتقدمة طلقة في هذا الميدان، ميدان المرموم، وعبر شاشة دبي ريسينج في هذا النقل الحي المباشر، عودة إلى الثلاثية الجميلة. وهناك التغيير، بدأ مرة ثانية التغيير على المركز الأول، وغيرت أوصاف الذي غيرت أوصاف من هجن العاصفة، قادت مسار هذا الشوط وحملت الأوصاف الجميلة والرائعة بشعار هجن العاصفة بقيادة غيات الهلالي، تتصدر وتقود مسار هذا الشوط. صوغة ليها في المركز الثاني لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد، يضمرها محمد بن سعيد بن بروك الحميري، تتقدم على ثالث المراكز. المركز الرابع هذه الشاهينية
من هجن الرياسة، المركز الثالث عفوا الشاهينية من هجن الرياسة، يضمرها سهيل بن دري الفلاحي. لوحة الإعلان و1200 نذكر المضمرين بال1200، نذكر المتابعين كذلك. يا سلام يا سلام، الله 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 الله، عودة إلى الثلاث المراكز الأولى. وهناك شوف 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 المركز الرابع تأتي واجب، وتتقدم كذلك التماس، وتأتين الضبية لهجن العاصفة. يا سلام، ولكن عودة إلى المراكز الأولى، عودة إلى الشاهينية اللي غيرت، غيرت الشاهينية، غيرت من سمعة الزجرة، انطلقت إلى المركز الأول. يا سلام، هذه الشاهينية من هجن الرياسة تتقدم على المركز الأول، ويقودها سهيل بن حمد بن دري الفلاحي مضمرا، ويأتي في هذه الانطلاقات وهذه التحديات هجن العاصفة على المركز الثاني، وهي أوصاف، أوصاف على المركز الثاني من هجن العاصفة. غيرت وعادت، عادت الشاهينية، تغيرت أوصاف، بدلت الشاهينية، تبادل المراكز ما بينهن الثنتين ما شاء الله، اللي باعدا واللي انطلقا بناموسي هذا الشوط. يا سلام يا سلام، وهذه أوصاف 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 أوصاف، انتزعت بالمركز الأول. هذه الأوصاف الفريدة، هذه الأوصاف الجميلة، في أوصاف تجتمع، أوصاف من هجن العاصفة تتقدم على المركز الأول وتقود مساري هذا الشوط. يا سلام، تهانينا لهجن العاصفة، وتهانينا على هذا الفوز وهذا الناموس المستحق. شكرا غيات الهلالي المضمر لهجن العاصفة. لحظات وصول هجن العاصفة إلى خط النهاية في هذا الانطلاق مع أوصاف، بينما المركز الثاني الشاهينية من هجن الرياسة، والمركز الثالث والرابع من هجن العاصفة، بينما المركز الخامس لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد. يلا على التوقيت، على التوقيت الزمني، هذه هي أوصاف قطعت المسافة في فترة زمنية مقدارها في مسافة 5 كيلومترات، قطعت المسافة في 7 دقائق 47 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، والتهنية موصولة لغيات الهلالي. المركز الثاني اللي وصلت في الشاهينية 7 دقائق 50 ثانية والجزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، والتهنية لسهيل بن دري الفلاحي. المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام في 7 دقائق و54 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز، وتهانينا للجميع. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، ها هي الانطلاقة هنا لشوطنا 11 في مجموعة الأشواط، شوطنا 11 الخاص بأيضا الإذاعة القعدان.